منشأة الأخبار الرئيسي: الغضب من الفيلم المسيء للرسول يتحول إلى العنف في ليبيا واعتصامات بالقاهرة. مقتل السفير الأمريكي في هجوم على القنصلية ببني غازي. القس جونز وموريس وثمانية من أقباط المهجر على قوائم ترقب الوصول، والقبض على أربعة اقتحموا السفارة. مطالب رسمية وشعبية بطرد السفيرة وسحب الجنسية من أقباط المهجر، والكنيسة تتبرأ منهم. ولازم نقول خبر كويس قبل ما نخش في الأخبار النكد دي: براءة عادل إمام من ازدراء الأديان. المحكمة: الفنان لم يسيء لأي دين. يعني بنقول للأستاذ عادل مبروك على البراءة، لكن من الأصل ما كانش فيه تهمة. وهنحاول نتصل بالأستاذ عادل أثناء البرنامج إن شاء الله. يعني معي الليلة نخبة من الأساتذة: سعادة المستشار حسن عمر الخبير القانوني. أهلا وسهلا سعادة المستشار، وحشتنا بقالك كتير قوي مش معانا. وأيضا الأستاذ ناصر الأفاس مدير تحرير الأهرام. اهلا دكتور، وشريكي في الجريمه النهارده. ده شرف ليا دكتور. الله يخليك. ونحن في انتظار ضيوف اخرين هيشاركونا في الاخبار المؤسفه والمحزنه والمخجله التي سنتحدث عنها الليله. اسمحوا لي يا ساده اقرا الخبر الهام جدا في هذه اللحظه، وهو مقتل السفير الامريكي بهجوم ببني غازي. افاد مراسلونا بان في ليبيا اليوم بأن السفير الأمريكي لدى طرابلس مات اختناقا في الهجوم الذي شنه مسلحين على قنصلية واشنطن في مدينة بني غازي شرقي البلاد. قال مدير مكتب الجزيرة بطرابلس عبد العظيم محمد إن السفير الأمريكي كريس ستيفنز مات اختناقا جراء الحريق الذي نشب في مبنى القنصلية، وأن هناك حالة استنفار قصوى في بني غازي. وأضاف أن ثلاثة أمريكيين آخرين من بينهم اثنان من المارينز الأمريكيين هرعوا لتأمين مبنى القنصلية لقوا مصرعهم أيضا في الهجوم الذي شنه ليبيون غاضبون من بينهم عناصر تنتمي إلى مجموعة تسمي نفسها أنصار الشريعة، احتجاجا على فيلم عرض في الولايات المتحدة واعتبر مسيئا للرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. قد أعلنت أنصار الشريعة أن بينما 60 و70 مسلحا من عناصرها توجهوا إلى القنصلية الأمريكية، حيث تمكنوا في غضون نصف الساعة فقط من السيطرة على المبنى قبل أن ينسحبوا منه. وذكر أنه كان هناك تكتما في طرابلس على مقتل السفير، وأن هناك ارتباكا واضحا في أروقة السلطات الليبية نظرا لفداحة الحادث. وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تعتزم إجلاء 35 من موظفيها وجثامين القتلى الأربعة من بني غازي إلى مطار معيتق العسكري بالقرب من طرابلس، حيث تنتظر طائرة عسكرية قالت مصادر ليبية إنها ستنقلهم إلى ألمانيا. الحقيقة أنا من يومين كنت بتكلم مع سعادة المستشار على التليفون، ودار بينا حديث، وكأنما كان سعادة المستشار يرى السيناريو الذي يحدث الآن. قال لي: نحن ندفع دفعاً لارتكاب عمل اقتحام سفارة الأمريكية في مصر أو في أي عاصمة أخرى، وذلك في مقدمة لأحداث هتقول لنا حضرتك بقى تحكي لنا عليها. تفضل يا فندم. مساء الخير. تفضل. النظرية هي نظرية اقتحام السفارة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما رأت الشعب المصري عندما قام باقتحام السفارة الإسرائيلية، قلنا جنون أمريكا، خشية أن يمتد هذا الغضب إلى السفارة الأمريكية. فجاء من ينصح الولايات المتحدة الأمريكية، دي نظرية اقتحام السفارة دي مهمة، قال لها: خلي بالك، كان في أيامها مشروع قرار في مجلس الأمن خاص بالدولة الفلسطينية
اوعي تستخدمي حق الفيتو ضد قيام الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. النتيجة هتكون ان الشعب المصري هيقتحم السفارة الأمريكية، هتنتقل عدوى هذا الى السفارات الأمريكية في العالم العربي والإسلامي بل وفي أمريكا اللاتينية، وبالتالي الشرف الأمريكي سينهار في هذا. فكرت الولايات المتحدة الأمريكية انها تجيب سفارة احتياطي تتحمل هذا، فكان الدور على السفارة السعودية. ما تم أثناء اقتحام السفارة السعودية كان مدبرا. وحد مثل، لما نسمع أن تيشيرتات جاءت من السعودية عليها صور المرحوم عمر سليمان الذي كان يريد أن يرشح للرئاسة في مصر، المعنى كان ليه رسالتين: رسالة للفلول أن السعودية هتقف جنبه وهتسنده، ورسالة للصوار أن السعودية ضد الثورة وأنها بتؤيد عمر سليمان أحد كبار الفلول واحد عناصر حسن مبارك. هي ممكن استاذن بس معلش خلينا نكمل النظريه على النظريه بس النظريه بتاعت خلينا حضرتك نكملها وبعدين هي بتاعت حضرتك بتاعتي لا بس انا عايز لا هي نظريه فكانت الفعل ان لما تيجي التيشيرتات الجمارك المصريه ويدفعوا الجمرك احنا مالنا اجابته ولا ما جاتش، انما عشان ينشر الخبر بان هناك تيشيرتات جاءت من السعوديه تحمل صور لعمر سليمان فكان هذا الانتقال المزدوج. وشفنا الاقتحام او الاعتداء على السفاره السعوديه، وكان هذا عشان نبعد المتظاهرين والغضب عن السفارة الأمريكية. السفارة الإسرائيلية. الأمريكية لما إسرائيل اقتحمت خلاص فكان الغضب على السفارة الأمريكية. فكان كل ما أمريكا إسرائيل تيجي عايزة تضرب إيران ضربة، فكان حجة أمريكا لإسرائيل أوعي لحسن الشعب المصري يقتحم السفارة الأمريكية في القاهرة. إسرائيل فكرت، ده أنا بتكلم من وجهة نظري أنا اللي حاطط هذا السيناريو، فكرت إسرائيل كيف تقوم بإحداث وقيعة بين الشعب المصري والشعب الإيراني، وبالتالي عندما تقوم بضرب إيران ما يقومش الشعب المصري باقتحام السفارة الإيرانية. فكان حادث رفح، حادث رفح اللي راح فيه شهداء في رمضان تم بأيادي خونة سواء مصريين فلسطينيين، إنما تحت أمرة وتنفيذ إسرائيل. إسرائيل هي التي أرسلت بهم لقتل هؤلاء الشهداء وطلبت منهم أن يهربوا عليها، فعندما يجوا يهربهم قامت مخلصة عليهم وبعتتهم لنا جثث محروقة. على فكرة النهاردة في تم في المصري اليوم برضو منشط خاص كشف هوية 5 متهمين فلسطينيين، وحماس تطلب من مصر عدم إعلان أسمائهم مش عارفة ليه، والتحقيقات تثبت انتمائهم لتنظيمين جهاديين في غزة، والحركة تتعهد بالقبض عليهم وتسليمهم. فهنا كانت الفعل طبعا احنا بنشوف كون في منهم بيبيعوا نفسهم للفلسطيني نفسه، يعني كان الفلسطيني اللي كان بيتم اغتياله من قبل إسرائيل كان في متعاون إسرائيل فلسطيني مع إسرائيل بيقوم بهذا العمل وبيرشدها على مكانه أو بيحط له مادة على سيارته فتضربه بصاروخ. الفيلم ده شفناه كتير. إنما النتيجة هي كانت عايزة إيه؟ عايزة تقول والله ده حماس هي اللي قتلت هؤلاء، وبالتالي يغضب الشعب المصري من حماس، ومين اللي بيأيد حماس وبيدعمها؟ إيران. فإذا يبقى الغضب المصري من الشعب الإيراني ومن إيران، فلما تقوم إسرائيل بضرب إيران الضربة اللي هي عايزاها يبقى الشعب المصري هيفرح إنه انتقمت إسرائيل من إيران. ولكن هذا المخطط فشل عندما تم إزاحة المجلس العسكري وقام الإخوان بالسيطرة في مصر، وبقت حكومة الدكتور معالي رئيس الجمهورية والإخوان ومسكم، ففشل المخطط الإسرائيلي ذريعا. إسرائيل بدأت ما زالت تفكر في نظرية الاقتحام. طيب أمريكا منعاني أن أضرب إيران عشان هذا الغضب، طيب أنا أعمل إيه؟ أنا أفض رسائل بكارة الخاص بموضوع السفارة ده بس مش من جانبي. عشان كده نفهم بقى التوقيت، من قام بالفيلم المسيء مش الأقباط المهجرة اللي بنقول عليهم، إنما دول كانوا بالضبط أداة زي القاعدة وبن لادن والظواهري. عندما كانوا يدموا يضربوا في مكان ما، هذا الضرب كان بيتم علينا إحنا ونتحمل إحنا نتيجته. ولذلك هم رأوا في هذا الضربة عدة مزايا: أولا تعمل إسفين بين المسيحيين والمسلمين في مصر فتبقى فتنة طائفية، وده هدف مهم. اثنين، لأن أنت فكر في فيلم أيام الكرتون الموسيقى في الدنمارك ما كانش أقباط المهجر، إنما الوقت عايز أقباط المهجر، وعشان يكون الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية فيتم الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة، ومنه تنتقل عدوى للسفارات الأخرى، وبالتالي تبقى إسرائيل بعيدة عن هذا. واقتحام السفارة الأمريكية تم فتتحججش أمريكا فيما بعد أوعي إسرائيل تضرب إيران لحسن في اقتحام للسفارة الأمريكية، لأن تم اقتحام السفارة خلاص فما عادش فيه مشكلة من الأمر.
إسرائيل في هذا ليست فقط عشان تضرب إيران، إنما هي تضرب أوباما. حينضم لنا حضرتك، اسمح لي، حينضم لنا سعادة الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الدراسات السياسية بالأهرام. أهلا وسهلا يا فندم. تفضل يا فندم. يعني قلنا كثير وشفنا شباب. ازيك سعد الدكتور؟ اهلا وسهلا. تفضل. طيب عشان نلخص الموضوع، فكانت اسرائيل الان بدات مش بس انها عشان تضرب ايران، انما هي عايزه تستبعد اوباما من البيت الابيض وتاتي بالجمهوريون الجدد الى البيت الابيض. فالنظريه الان، ولذلك امبارح كان في خبرين مهمين قوي. الخبر الاول ان جلعاد اراد وزير البيئه الاسرائيلي يعلن انه سيتم ضرب ايران سواء وافقت امريكا ام لم توافق. والخبر الثاني اسرائيل بتعلن ان البيت الابيض رفض استقبال نتنياهو، اوباما يرفض استقبال نتنياهو. امريكا الكلام اللي بقوله ده هي فاهماه، وفاهمه اللي وراء هذا الموضوع والفيلم المسيء وكله، مش اقباط المهجر. اقباط المهجر دول اداه، زي ما كان عندنا اسامه بن لادن والظواهر اداه، يستغل هذه الاداه لهذا الفعل. فالنهارده هو كان التوقيت مناسب جدا له، ولابد يكونوا اقباط المهجر عشان مصر اللي تهيك، لان لو ما كانش اقباط المهجر فكان المفروض عواصم عربيه كثيره او اسلاميه تهيك في هذا الموضوع، انما هم كانوا عايز اضيف ايضا موضوع مهم جدا، موضوع الالتراس. الالتراس الاهلي اللي قام بهذا العمل، انا عايز اقول الالتراس لو سبناهم هيحرروا القدس. الشباب المجاهد ده، الشباب الهايل، انا بتكلم بجد، هذا الشباب اللي احنا مش قادرين نعرف طاقته، هذه الطاقه الوطنيه اللي فيه، وهي وطنيه حميمه، يعني ساب الكوره ودخل في السياسه، مش مستحمل ان اساءه للرسول تتم. وطبعا انت كشباب ما تجيش تحكم عليه في سننا ده، لا، تحكم على الشاب في سنه لما يشوف اساءه لنبيه، من ما يعني ما عملش، ما اذاش حد. اثنين، عايز اقول ايضا ان 11 سبتمبر لم يقم به لا اسامه بن لادن ولا القاعده ولا المسلمين. يعني وانا عندي نظريه كامله بسيناريو كامل ممكن نعرضه عشان يبين ان، فعشان كده لما نيجي نقول في الاخر احنا بس عايزين دلوقتي ندخل على الواقع النظريه اللي احنا فيها الان. بس انا بس عايزين نخش في الحاضر والمستقبل، عايزين هو انا بعد اذن سعاده المستشار، اللي حضرتك تفضلت بعرضه عمل ابداعي، لكن انا شايف انه بعيد عن السياسه تماما. انا بس عايز اقف عند اخر حاجه حضرتك قلتها فيما يتعلق بالالتراس، وانا قريب منهم من اول تاسيسهم. حضرتك يبدو بتدفعهم الى الانتحار، لانه الالتراس حركه من الشباب المثقف والواعي عشاق حياه بيعيشوا الانتماء. فلما تقول لي انهم هيحرروا القدس، ده كلام بيسخنهم. حضرتك عارف طبيعتهم السنيه بتسخنهم لارتكاب ما لا يليق بيهم او ما هو بعيد عن منهجهم. معلش اكمل حضرتك، كلمت بالظبط 11 دقيقه، انا لم اقاطعك. ففكره تحرير القدس عن طريق مجموعه من الشباب اللي لا يملك الا افكارا نبيله جدا ويلتف حوله الناس في هذه اللحظه، حضرتك تقول عليهم كده عشان تدفعهم الى انهم يعني ممكن يتهيجوا وينفعلوا لاستثمارهم في عمل سياسي ما كما يحدث، والإساءة إليهم وبعد كده نرميهم، دي مسألة أنا بتحفظ عليها جدا وبحذر إخواننا الشباب في الألتراس، وهم يعرفوني تقريبا واحد واحد، يعني بحذرهم أنهم يتروا ويفكروا في كلام حضرتك. أهم حاجة فيما حضرتك تفضلت وقلته في النظرية اللي حضرتك بتعرضها كلها، أنا شايف أن حضرتك بتحطنا في موضع المفعول به دائما، أن في كائن إسرائيل مثلا وعي فيما تخطط وتفعل، وإحنا مجرد رد فعل دونما أن نستوعب كل ما تفعله. فدي أنا أعتقد موضوع المفروض انتهى، لأن إحنا يفترض أننا بنفكر، يفترض أن إحنا بنواكب الأحداث، يفترض عندنا عقول، يفترض عندنا معلومات، يفترض إحنا متوقعين أن عدونا هيتصرف معنا إزاي. فبرضو دي النقطة الثانية اللي بتحافظ عليها ومستعد أتناقش مع حضرتك فيها. حاجة الثالثة بقى اللي حضرتك بتقولها، إن لا بن لادن عمل ولا مسلمين عملوها، أمال مين؟ ده بن لادن نفسه قال أنا اللي عملت وتفاخر بذلك. ده الفرق بين حضرتك وبيني، لأن أنا موافق حضرتك مش أنا محطة. موافق يا فندم، أنا بتكلم على شخص بعينه أعلن مسؤوليته عن الجريمة وناقش هذا الأمر وتحدث على تفاصيل إعداده ليها، نمرة واحد. نمرة اثنين، من نفذوها بالاسم واحد واحد معروفين وكانوا كلهم عرب،
وكان العدد الأكبر منهم زي ما كشفنا اتقال انهم سعوديين. نمرة ثلاثة، أنا لا أتصور أن إسرائيل ممكن أن تعبس مع الولايات المتحدة الأمريكية بقتل عدة آلاف من شعبها إضافة إلى آلاف آخرين في الطائرات، وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية تبدو عبيطة وساذجة جدا وتترك إسرائيل إلى هذا العبث، وإنها تتحكم في مقدرات مواطن، لأن المواطن عند الولايات المتحدة الأمريكية يساوي الدنيا وما عليها. يعني علشان واعتقد ان المساله قيمه المواطن عندهم تداعيات مقتل السفير دي هتبقى يعني شيء مخيف بالتاكيد. سمحتي لي انا عايز انبه عشان بس الاستاذ دكتور، انا عايز اقول بس انه النائب العام المستشار دكتور عبد المجيد محمود امر باجراء التحقيق في واقعه عرض الفيلم السينمائي الذي تضمن اهانه للذات الالهيه وللرسول عليه الصلاه والسلام. وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابه العامه انه تلقى 5 بلاغات من بعض المحامين بشان ما نشر على صفحات الفيسبوك ومواقع اليوتيوب لفيلم سينمائي تضمن مشاهد مسيئة للذات الإلهية وللدين الإسلامي وللرسول عليه الصلاة والسلام ولسلطات الدولة المصرية. وبعض المصريين الأقباط المقيمين في أمريكا اشتركوا مع مجموعة من الممثلين الأجانب في هذا الفيلم، وهم القس تيري جونز، القس مرقس عزيز وشهرته الأب يوتا، عصمت زقلومة، موريس صادق، نبيل بسادة، إيهاب يعقوب، جاك عطلة، ناهد متولي، إليا باسيلي، عادل رياض. وقد أمر النائب العام بتكليف فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة بسرعة التحقيق في تلك البلاغات وما تنطوي عليه من مشاهد تشكل جرائم ازدراء للأديان وللدين الإسلامي والترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير ازدراء الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام. أمر نائب العام بوضع أسماء المشكو ضدهم على قوائم ترقب الوصول وسرعة الانتهاء من التحقيقات وتقديم المتهمين بارتكابها للمحاكمة الجنائية. هذا الإعصار، إعصار الغضب الإسلامي ضد أمريكا لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قتل السفير الأمريكي في ليبيا وحصار سفارة واشنطن في بيروت واستمرار الاحتجاجات بالقاهرة وحصار السفارة الأمريكية كما حدث أمس، وحاول البعض أن يعتلي الأسوار ويقوموا بتمزيق علم الأمريكي. يعني هذه العاصفة لها تداعيات في العالم العربي ولها تداعيات على الموقف السياسي والعلاقات الدولية بين مصر ودول الجوار وبين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. التفسير، هل هذا الفيلم عملية مقصودة؟ يعني سعادة المستشار بيقول هذا مخطط ومؤامرة تبدأ بهذا الفيلم المقصود أنه يثير غضب المسلمين فيبتدوا يعملوا رد فعل عنيف. وصلنا لرد الفعل العنيف، تم قتل السفير الأمريكي في ليبيا ودي طبعا كارثة. يعني وكالات الأنباء دلوقتي والميديا في أمريكا مولعين نار، فنبتدي عملية بقى الإسلاموفوبيا ونبتدي مرة أخرى نعود لأيام 11 سبتمبر وما حدث من انقسام في العالم والهجوم على المسلمين في إطار أن مصر الآن يحكمها رئيس ينتمي لحزب الإخوان المسلمين. البازل أو الفزورة اللي قدامنا دي إزاي حضرتك تقدر تربطها؟ هو سام باسيل قال النهاردة أنا حققت اللي أنا عايزه. يعني طلع النهاردة وقال الاعتداءات اللي حصلت والاعتصامات والإضرابات والحرق وأعمال العنف دي حققت اللي أنا عايزه. قال كده بالنص. قال رسالة سياسية. الرسالة. بالضبط. قال الرسالة يعني الهدف من الفيلم تحقق. واحنا هنا اصلا بنواجه بيه هو يعني اشعل نار. بالظبط. وقال ان هذا يتحقق، وهو طبعا هنا اصلا بيخاطب بلدان العالم الثالث. وبلدان العالم الثالث اولا هي بلدان فيها يعني جزء كبير منها قوي فيها انقسامات اوليه، ما فيهاش انقسامات سياسيه زي ما بنتكلم على امريكا واوروبا الغربيه وكده. فالانقسامات الاوليه دي يا دكتوره بتصير حساسيات جامده، وعلى راسها لو كانت انقسامات دينيه يعني ما تقلش ابدا ابدا ان لم يكن تزيد على الانقسامات القبليه والاثنيه والعرقيه. الانقسامات الدينيه دي يعني اعوذ بالله يعني اذا لما تنفجر بتبقى شيء غير طبيعي. وكمان هي اضافه لده بتمس العقيده وبتمس عقيده ناس
ما يقدروش يعملوا العكس. بمعنى يعني أنا أحرق لي المصحف، تم سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لا أخلاق ولا الأهم بقى كمان ولا الدين، ولا الدين يسمح أن أنا أسب عيسى بن مريم، سيدنا عيسى أو سيدنا موسى، مستحيل. ولا يمكن أمزق القرآن، أمزق الإنجيل، ولا يمكن أمزق التوراة، وإلا هيبقى أنا كافسي كافر. يعني هو مش كافر لو عمل كده، هو بيعتقد المتطرف، هذا الشخص المتطرف بيعتقد أنه بالعكس أنه مؤمن كمان، يعني هو ده زاده إيمانه زاد. فأنا على العكس، حتى بعتقد الديني بيقول لي انت كافر لو انت عملت كده، لو سبيت سيدنا موسى او سبيت سيدنا عيسى يبقى انت كافر خلاص على طول، انبياء الله على طول. فدي واحده. الحاجه الثانيه ان انا بسب مين؟ بسب شخص فوضه ربنا في بعض حاجات، يعني فوضه اداله بعض سلطاته، ما فوضش اي مخلوق. انسان تاني ولا نبي تاني على فكره. ايوه طبعا. ما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قالش الايه دي او ما قالش هذه السمه لنبي تاني. فاصبح ما ينطق عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو نفس الاوامر الله واحده، ده هي ده. وفي اكثر من ايه فيما معناه في القران، من يسب الله ورسوله، من يسب الله ورسوله، ففيها نوع من الاقتران. انا مش عايز اقول هذا هو ذاك والعياذ بالله، لكن فيها نوع من الاقتران بان المنزله بتاعه الرسول منزله مقدسه، افضل الخلق، مقدس ما فيش شك، منزله مقدسه. فكل ده بيتجمع في، بتجدي جماعه ونتيجه خلافات سياسيه مرتبطه بالتاكيد ب شخصية سام باسيل وجنسيته وأصله اليهودي الإسرائيلي، 20 شخص طبعاً. ومعاهم بقى طبعا المجموعة، لأن هو يعني الفيلم مصري أمريكي إسرائيلي، يعني إنتاج مشترك ثلاثي بشكل كده. فحدث اللي حصل، يعني حصل اللي شفناه النهارده وامبارح، يعني اذا حضرتك بتتفق مع سعادة المستشار انه مقصود بالتاكيد مقصود ينزل مقصود في التوقيت ده، لكن الأبعاد اذا كان في هدف اسرائيلي فانا اشك ان في هدف امريكي، ما فيش شك، ما فيش تماما. يعني انا يعني عشان كده دايما يعني بالرغم كل حنق الواحد ومضايقته ورغبته في فعل اي شيء نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا إن ما حدث أمام السفارة الأمريكية بالتأكيد هو عمل فوضوي وهمجي من الدرجة الأولى، هناك اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الموقعة عام 61 في إبريل، ومصر موقعة عليها، ودي بتجعل السفارات والمقر البعثات لها حصانة كاملة. واضح ان هذا الفيلم قطع خاص، ما فيش يعني الولايات المتحده ما قالتش انا اللي منتج الفيلم ده، او يعني ما فيش الدوله الامريكيه ما تبنتش هذا الانتاج او احد مؤسساتها او احد وزاراتها ومؤسساتها الرسميه. وبناء عليه لا وتبرأوا منه بالظبط، وبناء عليه قالوا يعني تبرأ منه اوباما ولمو يعني والمنافس فاصبحت رومني هتكلمنا على النقطه دي ان شاء الله. لا طبعا. المنافس رومني النهارده يعني بيستغلها بالزبط. في الحمله الانتخابيه بالزبط. بيقول ازاي اوباما، وده من ضمن الاهداف الاسرائيليه. ايوه، لان اسرائيل هدفها دايما ان المرشح اللي ينجح دايما مرشح جمهوري، دايما الجمهوريين اقرب الى تنفيذ السيناريو الاسرائيلي في المنطقه او السيناريو الصهيوني اكبر من التأييد، اذا يبقى افضل بكتير قوي لو كان مقارنه بالمرشح الديمقراطي، على الرغم من ان الاثنين بيتنافسوا دايما وبيتباروا من هو الذي يؤيد الاسرائيليين. فبقول لحضرتك ان وحتى اسوأ الفروض لو كان هناك من انتقام امريكي او هناك حتى من ادعاء واعلان امريكي بان هذا الفيلم من انتاج مؤسسه رسميه امريكيه، برضو ما كان ينبغي ان تمثل المقرات البعثات الدبلوماسيه. هي امريكا ملهاش اي علاقه بالموضوع. بالمره. يعني اسرائيل عملت النهارده لتحقيق اكثر من هدف، مفيش شك، ومن الهدف الطائفي ده الهدف الاساسي من منذ نشاه الكيان الصهيوني، مساله تقسيم هذه المنطقه لموزايك متعدد الالوان الاشكال والاعراق والاجناس والثقافات حتى يكون لها مبرر للتواجد.
ما هي مبررها في التواجد ان هي دوله دينيه، فيكون ليها مبرر للتواجد، اضافه طبعا للهدف الاساسي اللي هو تفتيت قوه هذه الدول المحيطه بها. اتفضل. اسرائيل كانت عايزه تكمل في الفيلم السيناريو اللي عملته ده، يعني تدفع امريكا ثمن انها اختارت مرسي. يعني من وقف جنب مرسي كانت الاداره الامريكيه، واسرائيل كانت واقفه مع شفيق. اسرائيل كانت ترغب في احمد شفيق ان يكون رئيس للجمهوريه، امريكا كانت ترغب. على فكره ملوش دعوه خالص باللي احنا بنقوله. من اللي قال ده؟ انا عايزه اقول لحضرتك حاجة. لا دي اسرائيل واحدة. اتفضلي. المعروف انه اسرائيل كانت عايزه نظام مبارك يستمر، سواء مع عمر سليمان سواء مع احمد شفيق، يستمر نظام حسني مبارك. الحرب القائمه في سوريا الان هي تريد، رغم انها في ايران، سوريا اسرائيل، وهناك نذور بالحرب. عايز اسرائيل عايزه حجه عشان تضرب. نعم، عشان تضرب. والحجه طبعا هي ايران. بقى موقفها ايه؟ لماذا حضرتك حطيت ايران في المعادله؟ ايران زي ما قلت لحضرتك النهارده امبارح اسرائيل لما تعلن انها على لسان وزير البيئه الاسرائيليه سنضرب اسرائيل ايران عشان موضوع البرنامج النووي او القنبله النوويه، سواء وافقت امريكا ام لم توافق لاول مره، انما كان دائما اسرائيل تعمل حاجه من غير موافقه امريكا. هي بيقولوا التصريحات دي بقى لهم سنه. التصريح ده امبارح طالع يعني، ومع حضرتك تصريح ثاني. اللي انا عايز يعني حضرتك لك ان تاخذ باللي انا بقوله، لا انما عشان 11 سبتمبر ده كان اساسي في اللي انا كنت عايز اقوله. من قام بالعمليه مش بن لادن، هذه الطائرات سيدي كان فيها ديميثيل ميثيليو فوسفات ثلاثي مزدوج كيميكال، هذا الكيميكال تفاعل مع الفيول فجر البتاع ودوب الطائرات، مفيش طائرات، ما شفناش طائرات، الطائرات دابت مع الحديد والناس ماتت واللي جالها سرطان. وممكن اقول لك السيناريو كان تم ازاي، انما عشان نفهم ايه اللي حصل. وكانوا اختاروا قناه الجزيره هي اللي تعرض شرايط بن لادن عشان هم ينقلوها، يعني اللي كان بيدي شريط للجزيره ما كانش قادر، خطر تقبض عليه في يوم وفي اثنين وفي 10 ايام وفي 20 يوم وفي كل فيلم كان بيعرض، فكان في يعني توزيع ادوار في هذا الفيلم اللي شفناه. انما اللي انا عايز اقوله الان ان المفروض انت حضرتك بتقول احنا دايما رد فعل، احنا رد فعل، لان احنا لو كنا بنفعل ما كناش سمحنا بهذا يحدث، ما كناش سمحنا الفيلم ده اتعرض في امريكا، وكنا فهمنا امريكا ازاي ما نقدرش ده يعني لازم مش هتمنعه ازاي، ده في دي دوله فيها حريه صعبة. وفيها قوانين لا تستطيع. ان رد فعل الدول الاسلاميه في مثل هذا الفيلم هيكون نتيجته ايه؟ النهارده عارف وفقا للقانون الدولي مسؤوليه قتل السفير الامريكي على مين؟ على من قام بعقد الفيلم. القانون الدولي بيقول كده؟ لان هنا حتى ان انت في القانون الدولي عندما تاتي تطلب بمطلب معين في موضوع موافقه فيينا والحاجات دي كلها لازم تكون نظيف اليد. يعني مين اللي قتل السفير الليبي؟ الامريكي في ليبيا اللي قتل السفير، من قام بالقتل الفعل؟ انت حضرتك انا بتكلم المحارب، الناس اعلنوا عن نفسهم قال لك جماعه الشريعه حضرتك، دول المحارب الاساسي اللي دفع هؤلاء للقتل، هو ده اللي يسال عن القتل. المحارب الاساسي اعتقد غضب هؤلاء لما سمعوا عن هذا الفيلم. من الذي اوجد غضب؟ اللي عمل الفيلم ده كان يقصد زي ما الدكتور عمرو عاشور ربيع انه يحقق اللي عايزه، يعني وصل لتحقيق اللي عايزه، فيبقى المسؤول عنه اللي هم عملوا الفيلم ده وفق اي قانون؟ بس ده وفق القانون الدولي. بس هو ده انا ما اقدرش افهم يعني اللي عملوا الفيلم مش متخصص في القانون الدولي. يا رب دي واحده اللي عملوا الفيلم يا رب يروحوا في جهنم ويتشوا 700,000 مره، لكن اللي عملوا الفيلم قالوا للناس اقتلوا السفير الامريكي؟ ما قالوا لهمش اقتلوا، ما قالوا لهمش اقتلوا. بقول لحضرتك انت بتعملي ابعاد هنا رد معينه الفعل، بتعملي ابعاد معينه تؤدي الى النتيجه ديت. يعني انا كده بسلم ان ابعاد معينه ان المسلمين هيقتلوا. امال انت بتعملي لما تسئل الرسول في موضع ما عملكوش حاجه فيه؟ مش انت مش انا بتكلم دلوقتي لما حضرتك فيلم زي ده يسيء ويتقال فيه ان اقباط هم اللي كمان اللي عملوه، يعني انت نفسك جبت قلت لي اقباط المهجر المصريين هم عشان يبقى الفتنه الطائفيه جزء من القضيه، انك انت تهيج على السفاره الامريكيه جزء ثاني من القضيه، رد الفعل ده هيكون معروف ازاي؟ هيج وتظاهر لكن ما تقتلش. ما احنا ما بنقولش يقتل، انما انا بتكلم المسؤوليه، انا بتكلم على المسؤوليه الدوليه. القانون الدولي بيخاطب احكام وبتخاطب دول. يعني انا اصل اللي في حاجه ساعه الشرق قال القانون الدولي يحمل اللي عملوا الفيلم مسؤوليه قتل السفير ده. صحيح. انا مش عارف مش متصور احكام بتخاطب دول. لا طبعا. والا يعني القانون كده يبقى ان حضرتك النهارده لما تيجي الولايات المتحده الامريكيه الفيلم ده هيقعد عندك. هذا الفيلم نتائجه هو ما عرضش في السينما الرسميه خالص يا فندم.
نتيجة الفيلم اللي هيتعرض ده هيحصل ايه فين؟ الفيلم ما اتعرضش هناك رسميا ولا الدولة لها اي علاقة بيه. الفيلم اتعرض على وسائل التواصل الاجتماعي. ايوه مواقع التواصل الاجتماعي. الدولة ملهاش اي علاقة. واقف ده يوتيوب سحبته امبارح. يوتيوب سحبته. وامريكا واقفة وضده، يعني كإدارة امريكية واقفة ضد الفيلم وأدانت هذا العمل وكل شيء. انت رد الفعل اللي في الشارع سواء في مصر سواء في ليبيا سواء في العالم الاسلامي او العربي، هتعمل انت ايه في موضوع زي ده بيحدث انك انت واقف مكتوف الايدي؟ يعني انت كحكومات بيقول لك طب انت عملت ايه كحكومه عشان توقف هذا؟ عمل الرئيس مرسي ارسل للسفير في واشنطن وقال له كذا. اثنين، انك انت زي ما قالت الدكتوره هاله جالك نظام اسلامي بيحكم، فانت عايز تبين بقى ادي مساوئ النظام الاسلامي، ان ممكن امريكا شوف المخاطر اللي ممكن تحدث عليك من وجود الاسلاميين في المنطقه. طب انت حضرتك قلت هم ايدوه، ايدوا الدكتور مرسي. هم ايدوا الدكتور مرسي. طب هم يعني هم كانوا ضيقوا الافق يأيدوا الدكتور مرسي امبارح ويقلبوا عليه بكره؟ لا، جايبين امريكا ما قلبتش عليه. يعني استثمارات اكبر مجموعه من ثاني اكبر مجموعه من رجال الاعمال في تاريخ امريكا تروح لدوله. يعني يعني بيأيدوه، يعني باعتين الاستثمارات دي واحدة أمريكا. واحنا قلنا أمريكا اللي عاملة العملية، باعتين استثمارات في مصر يعني مؤازرة للرئيس مرسي. لا هو أنا بكمل الإسفين، أكبر مجموعة بعيدة تماما خالص. أنا بتكلم الإسفين، طب أنا بقول بعيدة، أنا بقول لك الإسفين اللي وضع لما إسرائيل تعمل هذا الإسفين عشان تضرب علاقات المصرية. هو احنا نقتل السفير الأمريكي تقوم أمريكا مين اللي قتل السفير الأمريكي؟ المتشددين المتطرفين في ليبيا بتوع بن لادن؟ ما اعرفش جمعيه انصار الشريعه. ايه اللي حصل بن لادن في الموضوع؟ جمعيه انصار الشريعه الجمعيات دي اعلنوا احنا جمعيه انصار 30 واحد اللي ماسكها الجمعيه دخلوا. ما نعرفش. شوف مشكلتنا ما نعرفش. احنا عندنا عشرات، عندنا في مصر عشرات الجماعات. لسه ليبيا قال لك ان احتمال، احنا عندنا هنا برضه ناس قالوا ننزل نظام الليبي. في منطقه شرق ليبيا اربع جماعات اسلاميه. في عندك جماعه طبعا اخوان المسلمين دي موجوده في كل الدول العربيه، موجوده في منطقه شرق ليبيا في المنطقه دي، وجمعيه انصار الشريعه، وفي جمعيه السلفيين، وفي الجماعه الجهاديه التابعه لبن لادن. هم دول اربع جماعات الاساسيه. جمعيه انصار الشريعه هي اللي اعلنت ده، هي اللي اعلنت عن بنفسها العمل ده. جزء من المسألة مرتبط بالفيلم، وأنا أعتقد أن جزء آخر من المسألة مرتبط بقيام المتحدة الأمريكية بقتل عبد الرحمن الليبي، أو عبد الرحمن الليبي اللي هو بتاع اللي هو قتل في باكستان في يونيو الماضي، أعلن عن مقتله الإسبوع الماضي. الأسبوع الماضي تم الإعلان من دولت على ده الأرجح، يعني يكون ده جزء منها من العملية الانتقامية، مفيش شك. يعني إذن ليبيا ملهاش ذنب. ليبيا عليها مسؤولية تبقى الاتفاقية هنا تحمي السفارة. أنت حميت السفارة. حالة الثورة المستشار. نرحب بالأستاذ خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. أهلا وسهلا أستاذ خالد، تفضل شرفتنا. تفضل يا فندم. حضرتك داخل في يعني في التخصص في نقطة التخصص بالذات، اللي بيقوله سعادة الدكتور عمرو هاشم ربيع انه ليبيا مصر امام العالم وامام المواثيق الدولية. لبنان النهاردة محاصرين السفارة، تونس فيها قلاقل دلوقتي، مسؤولين امام العالم عن حماية هذه السفارات وعن حماية الدبلوماسيين. ولو حدث اقتحام وحدث انه ناس ماتت زي ما حصل في ليبيا، ده هيشعل فتيل يعني صراع سياسي وخلاف سياسي على أعلى مستوى. من صاحب المصلحة؟ دايما نسأل من المستفيد إنه يوصلنا لهذه الدرجة؟ عايزين يدخلونا في حرب؟ ده سؤال بقى أنا عايز أسأل، هنوصل لدرجة الحرب؟ اتفضل. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ خالد غريب. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الموضوع في نظري أنا إن هو ليه أبعاد كثيرة جدا. احنا دلوقتي بنحاكم ردة الفعل، لكن يعني تركنا الفعل نفسه. هو اذا كان حصل فيه طبعا تجاوزات في ردة الفعل، لكن الحدث اعنف بكثير جدا في رايي على الاقل بعض او كل معظم المسلمين. الحدث هو افظع بكثير من ردة الفعل. اذا كان قتل او حرقت سفارة او قتل سفير، فهذا في نظرنا احنا، في نظر المسلمين يعني، انه ده حدث اقل كردة فعل من الحدث. دي رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك بتقولي من المستفيد؟ النهاردة احنا لو يعني نظرنا الى المسألة بنظرة عامة، يعني بأطر عامة، هنلاقي ان امريكا ايضا قد تستخدم بعض بالونات الاختبار
احيانا، لان لا, لا, لا يمكن التصديق بان امريكا لا تستطيع السيطرة على أمر كهذا، وهي تعلم جيدا أن فيلم زي ده هيثير قلاقل كثيرة جدا وهيثير أمريكا. يعني ما كانتش تعرف يعني هي مالها، هم عندهم الأفلام بتطلع وما تعرضش، طلب وقف عرضه في دور السينما، وقف عرضه في دور السينما. لا لا حضرتك، لا غير كده، الموضوع غير كده خالص. أمريكا تملك جيدا وعندها قوانين، وهناك لجان خاصة باضطهاد الأديان. ده اضطهاد الأديان، ده في لجنة عندهم يعني مش لمجرد أفلام زي كده، ده لمجرد اتهام يعني اضطهاد الأديان، تصرف معين مع فئة معينة بتنتقل هذه اللجنة برمتها وتذهب وتطلب يعني إن هي يعني عقوبات شديدة على عندهم قانون ازدراء الأديان مظبوط، وده رقم واحد. رقم اثنين في اتفاقات دولية، يعني حتى هناك في مسألة، وأكيد يعني السادة القانونيين عارفين إن في اتفاقيات دولية في مثل هذا الشأن. لا لا، أنا في نظري أنا إن المسألة جت في ظل ظرف معين، المنطقة بتتحول، التيار الإسلامي يعني بيصعد أو صعد بالفعل في المنطقة دي كلها بعد ثورات الربيع العربي، فيعني هناك أبعاد أخرى استراتيجية خلف هذا الفيلم لا يمكن أن نعزلها عن يعني الأمريكان، والأمريكان ما لهمش دعوة وطيبين وناس كويسين. لا ده غير صحيح، أنا لا يمكن أستبعد هذا الربط ما بين صناعة الفيلم في هذا الزمن، السفارة الهولندية النهاردة كان في تناقض يا فندم، لأنه هم جايين بيثبتوا حسن النوايا مع مصر دلوقتي، جايبين الاستثمارات، ازاي هم جايين وجايين يضخوا استثمارات وبعدين في نفس الوقت عايزين يدمروا البلد بالحكم ده؟ حضرتك انا مش فاهم. وممكن اضيف حاجه بس بعد اذن حضرتك، انا بس طب هو السؤال ده استاذ، هضيف حاجه بس قدام حضرتك يمكن يعني هضيف حاجه قدام حضرتك يمكن ربما تضيء الطريق. اتفضل. دي مش اول مره الاساءه للرسول عليه الصلاه والسلام. اي نعم صحيح، ده حصلت من 7 سنوات وما كانش فيه حكم اسلامي ولا صحيح. كان في اخوان ولا حاجه. لا لا، ما هو يعني اذا كان المره دي مستهدف فيها ان التيار الاسلامي اصبح يحكم، ما هو اصل طب 7 سنوات كان مستهدف مبارك. طب اسمح لي ممكن ارد على حضرتك في دي، هو ثبات المواقف يعني امريكا ليها سياسات معينه. اسمح لي بس ارد في النقطه دي. فضل. يعني امريكا معروفه، المتابعين لسياسه امريكا عبر التاريخ، هي ليها سياسات كثيره جدا، منها سياسات استخدام الموقف في حينه. انا لا انكر ان هناك متطرفين من النصارى ومن المسيحيين ومن اليهود ومن يعني تيارات اسلاميه، ده هذا لا ينكر، لكن توظيف هذه الاشياء ودفعها في اوقات معينه دي احترافيه امريكا، دي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين يعني اجابه لرد الدكتوره هاله، انه المتابع ايضا لسياسه امريكا مايلز كوبلاند اللي في كتاب لعبه الامم، سياسه مكافليه، منين هي بتكلم الدكتور مرسي كده وبتستقبله وبتعمل كذا وكذا، ومنين هي ممكن تعمل حاجه زي كده؟ دي طبيعي جدا بالنسبه لامريكا، السياسه المكافليه الامريكيه تخليها تتخذ عده مواقف مختلفه في نفس الوقت وفي نفس المكان، وتقول لك دي مؤسسات، اصلا دوله مؤسسات هي، يعني تظهر هذا الموضوع. ده صحيح. يعني تقول لك انا مؤسسات ماليش دعوه، اصل ده غير صحيح طبعا. لا، امريكا ماشيه بنمط واحد بسياسه واحده مترابطه. يا استاذ خالد، مش معقوله كلها من مصالحها انها ان شعوب المنطقه تهاجم سفاراتها وتهاجم قناصلها. لما اقول ذلك سفارة فاضي، هذا ما ده رد الفعل، هو ده اللي حصل. بالون اختبار. مش معقوله برضه، مش عارفه او مش مستنبطه او مش متنبئه ان ده اللي هيحصل. بالون اختبار. مش معقوله فاكره ان الناس هتقعد على باب السفارات. يا سيدي الفاضل، هناك حكام مسلمين دلوقتي، ده بالون اختبار، بيشوفوا ردة فعل الإسلاميين أو المسلمين الذين تصعدوا. تسمح لي من فضلك، إن هم دلوقتي أنا في وضع جديد في المنطقة، لا يمكن أحد هذا في وضع جديد. هذا الوضع الجديد يعني بقاله فترة طويلة لم ينفذ على أرض الواقع، اللي هو إيه؟ اللي هو صعود التيار الإسلامي إلى قمة الهرم بتاع السلطة. فبالتالي هناك مين اللي ساعد فيه؟ مش الولايات المتحده الامريكيه؟ ما انا قلت لحضرتك تاني، تحت دعوه، تحت دعوه، تحت دعوه استراتيجيه، تحت دعوه استراتيجيه الانتخاب امريكا، تحت دعوه استراتيجيه الانتخاب. انت في حاجه اسمها كريتيكال كيس، يعني هو بتوصل للكريتيكال كيس بيتوظف، وده اللي بتعمله اسرائيل دلوقتي، بتعمل النظره العكسيه، تحاول تثبت للولايات المتحده الامريكيه سوء تقديرها بان الحكام المستبدين في المنطقه كانوا افضل لمصالحها من الحكام الديمقراطيه. حضرتك في خبر اهو، رئيس الاركان الامريكي، رئيس اركان الجيش الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي، تحدث مع القس تيري جونز هاتفيا وطلب منه سحب تأييده لهذا الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أثار مظاهرات غاضبة أمام السفارات الأمريكية في عدد من الدول، وأدت إحداها لمقتل السفير الأمريكي في ليبيا. وقال الكولونيل ديف لابان المتحدث باسم رئيس الأركان في المكالمة القصيرة، عبر ديمبسي عن مخاوفه بشأن طبيعة الفيلم والتوترات التي سيثيرها والعنف الذي سيسببه، وطلب من جونز النظر في سحب تأييده للفيلم.
وهو جونز ده شفت اصلا شفت راجل شرير، طلب ومكالمه، ما قالش لا في القانون ولا تعالى ولا في تحقيق ولا اي حاجه. ده لو في قانون او في تحقيق كان ده ده ايه ده رئيس الاركان ده مش ملي هيستدعيه. ده هو ده ان المكالمه ما حصلتش. دي مكالمه انا حصلت ان المكالمه حصلت، بس شوف شوف الصيغه بتاعت الجمله. انت حضرتك عالميه كبيره، صيغه الجمله سحب تأييد. هو ده تأييد؟ ده هو اللي عامله تيري جونز، هو اللي عامل الفيلم. أيوة. اسحب تأييد دي بس الكلام فيها يعني هل دي يعني. هل دي صيغه الكلام فيه نوع من الطلب او نوع من الترجي يا استاذ خالد؟ اسحب نفسك من الموضوع لان تأييده ليه ثقل في الموضوع. تأييد ايه ده؟ هو اللي عامله، هو وجوده في هذه المجموعه. لو كان في قانون حقيقي للزجري كان استدعاه، كان استدعاه، كان قبض عليه. عاملينه 20 واحد قال له اطلع منهم. لا هناك في قانون. لا انا ما انكرش ان احيانا كان بيحصل بعض الحاجات وحصلت في جوانتنامو، تصديق المصحف والقائه في الحمامات والى اخره. لكن في الحاله بتاعت قنبله بالقنبله الاستراتيجيه في بالعاصمه اليمنيه صنعاء، لو نفتكر في افلام اساءت للمسيح نفسه وهم مسيحيين بالظبط، وشفره دافنشي دي قضيتهم وش... ايوه هم نظرتهم للاديان مختلفه. أنا ده صحيح وعندهم معروفه، بس لازم يعني انا لا اقصد الاستاذ خالد، احنا بنقول الامريكان عندهم الاسلاموفوبيا وحضرتك صحيح. احنا عندنا صحيح. الاسلاميين عندهم الامريكا فوبيا. لا غير صحيح. لا والله حضرتك دي مواقف حقيقيه. بمعنى ايه؟ انا 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 امريكا دلوقتي يا استاذ خالد كانت رائعه وعظيمه عند التيارات الاسلاميه وجماعه الاخوان المسلمين من شهرين، كانت حاجه رائعه جدا بتساند الديمقراطيه. كانت بتساند الديمقراطيه والحد والحد يعني يعني قول لي دليل كده. ما اقول لي كده هي الاسلاميين صرحوا بكذا انه امريكا يعني هي بتساند وهي كذا. لا مش دليل صمت كده. صندوق النقد الدولي صمت ليه؟ نقول وقائع بقى. صندوق النقد الدولي انت مصر 4 و3 مين بيسيطر على صندوق النقد الدولي؟ مين بيسيطر على صندوق النقد؟ هو صندوق النقد الدولي. لا ما قبله هذه المؤسسه، هذه المؤسسه بتروح تلمي فلوسها كده يا فندم. دي دراسات يا فندم من قبل. لا دي اكاديميين. نرجع لوقائع بقى، مش هنقول كلام. نرجع لوقائع المصريين شافوها بعينيهم ومسكوها بايديهم. جون كيري في خلال فترة الإعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية ما كانش بيروح يقابل المهندس خيرت الشخص. جون ماكين مش جون كيري. جون ماكين مش ماكين وكيري. الاثنين. لا كيري قبل. ماكين وكيري. بس أنا كيري جه مرة. أيوة بس ما قابلش الإخوان. يا فندم قابل قابل المهندس خيرت الشخص. مين هو؟ كيري وماكين. في مكتبه بمدينة نصر. يا استناني بس يا فضيلة. طب أكمل كلامي. هم بيتكلموا في الشؤون التجارية. أنت حضرتك مش طالب مني أقدم دليل؟ قول لي. طيب دليل. انا واحد قابل واحد ايه القضيه؟ هو انا لسه كملت. طب اتفضل. ما انت حضرتك لو انتظرتني يا فندم انا عايز حاجه واحده بس. انت حضرتك بتزعلوا جدا. انا حاجه لا انتمي لحزب. بس حضرتك انا عارف السياسي زي حضرتك يا فندم. انا عارف والله انت لك كل التقدير. من بدايه من ما قبل الانتخابات كيري ماكين السفيره الامريكيه تتردد رايحه جايه وحوارات وتصريحات من الجانبين عن ان العلاقات جيده جدا. لا لا مين شوف بقى هنا انا لسه قلت جيده. الاسقاط بتاع حضرتك انا لسه قلت جيده بين مين ومين يا فندم. انا لسه قلت جيده بين مين ومين. سيبه يكمل جمله بس. اسقاطات انا المقابله لكن ان العلاقات جيده. لا وضغط عمال بيسال اسقاطات مسلحه بتشيك اكتر من مره ومفيش اشاده من الرئيس مرسي. اشاده بايه؟ من الدكتور مرسي. حضرتك انت عارف لو هم ما قابلوش بالدعم الامريكي. النهارده كان في زياره لمكتب الارشاد من عضو السفاره الامريكيه. لكنا القنوات الاعلاميه كلها وحضراتكم هتقول ايه ده هم كمان العزله بقى اللي هو بينظر لها الانتميديشن الارهاب الفكري والقفز للامام اللي شغال قبل الانتخابات اللي موجوده سواء البرلمانيه او الرئاسيه. كان عباره عن ايه؟ ده هتحصل عزله على مصر، ده هيقطعوا علاقات مع امريكا، ده بيتقال كده. عشان ايه لو جه وايه؟ لو 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 ترشح الاسلاميين ايا كان الاخوان او غيرهم. ما الاسلاميين فازوا لما قابلوا. ما انا بقول لحضرتك هم لسه هيترشحوا فازوا ماسكين البلد. انا برد ردا على المقابله بتاعت الاخوان مع انت بترد على ربع كلامي. لو انا ما قابلوا الاخوان كان الموقف السياسي ايه؟ استاذ خالد انا عايز اجابه شفافه اللي هي لو رفض الاخوان المسلمين مقابله اي وفود امريكيه او اوروبيه كان لو اجابه شفافه عادله جدا كان هيبقى رده الفعل للنخبه المصريه. اسمح لي اقول لحضرتك حاجه برضه معلومات رد رد النهارده على فكره رد الفعل كانت كويس برافو يا فندم. هو لو كان شلاقه ضغط غير كده الاخوان ضغط من انا اتمنى دكتور اتمنى دلوقتي واحده بقى كمل كلامك نسمع بس يجي لنا الدكتور سعد الدين ابراهيم
أن الأمريكان لم يسعوا بالضرورة إلى جماعة الإخوان، بل جماعة الإخوان طلبت من الدكتور سعد الدين إبراهيم أن يتوسط بينهم وبين الأمريكان. من انتظرني يا فندم، يا فندم، ست مرات قالها في حضورهم وما نفوش، وكتبها في مقالات وعدم النفي، عدم النفي في السياسة. وحضرتك أستاذ، ومش عيب، مش عيب على فكرة، ده مش عيب إنهم يتفاوضوا سوا، مش عيب، مش عيب التفاوض، لا مش عيب، اللي هو إن أنا انت حضرتك ده يا استاذ خالد اطلب المقابله. استاذ خالد اتفضل، حضرتك ليه مش محتمل تسمعني اكمل جملتي بس؟ طب ما انت كملت. لا حضرتك، لا ما كملتش. لا ده حضرتك على طول اصل تقول حقيقه المطلوب، بس الدليل انت حضرتك شكلك كارهني انا ولا حاجه؟ لا والله ابدا، والله ابدا، لا والله. عايزين نسمع بقى، عايزين نسمع. انا عايز افكر مع حضرتك بصوت عالي. اتفضل. فانت حضرتك بتقول ما فيش، انا بقول لحضرتك علاقات وسعي لهذه العلاقات وتأكيد بتصريحات ومواقف، وده أنا مغشوش عليهم. أي حد بيمارس عمل سياسي بالطبع يجب أن يتصل. يعني حضرتك ممكن يكون عندك خلافات مع التفكير في جماعة الإخوان المسلمين، وعليك أما وإنك بقيت حزب النور ونزلت العمل السياسي لازم تصل بلندن وفرنسا وأمريكا. ما نمفيش جون ده، جون كيري هو قاعد، لكن أهو دي 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 بعض الصور، سفيرة الأمريكية، ده الدكتور الكتاتني، وخاصة كويس، ده عظيم، ده مشهد يعني يطمئن الشعب المصري. أنا قلت ما التقيتش يا فندم، أنا ما قلتش أنا قلت كده، ده انا صححت وقلت جون ماكين. انا بقول ده جون كيري، ده جون كيري وجون ماكين، ماشي. وانا لسه بكمل لحضرتك. يعني لاول مره خرقا للبروتوكول كانت باترسون تروح تزور الدكتور سعد الكتتني في مجلس الشعب دونما موعد، وحتى الجرايد ساعتها بروزتها وقلت والله كويس على ان العلاقات جيده. وهناك انت بتقولي ما فيش ولا تصريح يقول العلاقات جيده، لا ده في عشرات العلاقات جيده، مساله نسبيه من الجانبين. يعني حضرتك في حسن المبارك هو حصل خلاف بينهم، بس عارف حصل خلاف في ايه؟ طب اعلق على حكايه العلاقات، لو كملت كلامي علق. طب قول الخلاف. طب لو كملت كلامي علق، وحصل خلاف اكيد اخوان، لان هم والله ابدا، والله ابدا، وبختلف على الاخوان. وهقول لحضرتك نقاط الاختلاف في ايه عشان نبقى منطقيين. اصل الطرح بس انا بس طب هرد على حضرتك بس على فكره، والله انا ابني اسمه احمد عشان بس اعرف اسم، يعني انا ابني اسمه احمد، وحتى لو اسمه جوزيف مش طايقني، خلي بالك، ولو اسمه جوزيف هيبقى انا بس اللي انا عايز اقوله، لما بنتكلم عن ان في علاقات بين جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها ممن يمارسون العمل السياسي تحت عباءة التيارات الإسلامية، لا ده موجود وأنا ما عنديش أدنى شك، ومن حقهم، وإذا ما سعوش لي يبقوا ما ينفعش يمارسوا السياسة ويروحوا يروحوا بيت. بس هذه اللي أنا كنت عايزها لحضرتك، أنا وضحت بقى كده، لكن بقى ما تجيش بقى لحظة أزمة زي اللي احنا موجودين فيها وتيجي تقول لي أصل أمريكا بتستهدف الإسلاميين. لا، أمريكا مصلحتها في هذه اللحظة، أمريكا مش بتستهدف الإسلاميين يا فندم. أنا بكمل على السيرة حاجة ما قلتهاش، أنا بقول لحضرتك أمريكا عاملة بالونات اختبار، ومن حقها لأن في وضع سياسي جديد في المنطقة، وهم الناس ليهم استراتيجية معينة. وهم ده طبيعي، وهم تعملوا في أوروبا، تعملوا مع الكوريين، تعملوا مع روسيا، تعملوا مع مصر. على فكرة، على فكرة، بالون اختبار ده كلام يهم أمريكا ومصلحتها. وأنت حضرتك بتعمل بالونات اختبار، أنت رحت الصين تعمل بالونة اختبار، وافقت على أنك تروح إيران للمشاركة في قمة عدم الحياز، وبعدين قمت متكلم كلام عكس الزيارة. يعني أنت رايح كل الدنيا اتكلمت عن ان الدكتور محمد مرسي رايح لاعاده العلاقات مع ايران، راح قطعها نهائيا. لا ده ذكاء، انا موافق، ذكاء، ذكاء. طب احنا نحن بقول لك ذكاء وليه؟ طب تعالى ذكاء استراتيجي. انا قلت لا، اديلك التحليل العلمي. انا قلت لا، اتفضل. هو انا اختلفت مع ده، انت حضرتك قلت دي بالونات اختبار، وانا بقول لك وانت بتعمل بالونات اختبار بعمل. وانت بتسمي ده ذكاء، والامريكان يبقى سمي اللي بيعملوه الامريكان بقى ذكاء. وتعالى نلعب الجيم. وانتوا ليه زعلانين من الجماهير لما عملت رده فعل؟ اهي رده فعل، احنا زعلانين. انت زعلانه ليه؟ ما اقصدش لا معاها، لا 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 يا استاذ، لا 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 دكتوره، كلنا في منتهى الغضب. يمكن انتوا هنا، يمكن انتوا هنا، لكن القنوات الاعلاميه، لا القنوات الاعلاميه المصريه، لا يمكن في مسلم يقبل ابدا هذه الاساءه. اختلاف على الطريقه، احنا اختلاف على الطريقه بالظبط، لكن خروج يعني المظاهرات اللي عاملاها جماعه الاخوان المسلمين يوم الجمعه الجايه كلها بنأيدها، لان مش موجوده قصاد السفاره، قصاد الجوامع لما الناس كلها تخرج. هنا بتبين نوع من الكثره، وبتبين وبعدين ما بتستهدفش المقرات والبعثات الدبلوماسيه. راضي راضي عن ردة فعل القنوات الاعلاميه عبر هذا الحدث؟ يعني القنوات الاعلاميه قبل الاحداث بتاعت امس. طب اديني بقى فرصه، انا اديتك يعني اتكلمت كتير، بعد اذن حضرتك. هو اللي بيدير الحوار دكتور. طب استاذ حضرتك ناخد فرصه بس في الرد، يعني اتفضل بس سعاده المستشار، عايزين نسمع. طبعا ده مشرف. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت عارف المشكله في تطور الاحداث جماهيريا بسبب ايه؟ بسبب تاخير وغياب بعدين رده فعل الدوله، ده بصفه عامه يعني، ورده فعل القنوات الاعلاميه.
ايه اللي بيحصل؟ احنا راقبنا الحدث ده، القنوات الاعلاميه لم تتحرك. يمكن الدكتوره هاله، ما هو عشان قبل ما تتكلم يمكن الوحيده الدكتور وسام عبد الوارث. ايوه طب انا بقول لك اهو، انا بس ادي لي القنوات الثانيه، عايز اعلن عنك عندك على الوقفه. اعد لحضرتك متى بعد رده الفعل، بعد ما الدكتور اسامة عمل الائتلاف وراح وعملوا الكلام ده، لكن قبل كده اعلنا عن الوقفه. بس حضرتك اهو في الموقف ده فعلا، بس استنى حضرتك انت حضرتك يعني تابعت الموضوع ده وصلت عليه ده أخي. لا ده حصل فعلا، لا بقى منهج اللي هو استثناء القناه اللي حضرتك تبقى بتتكلم فيها دايما اطلاقا. يعني هم الاسلاميين بقى عندهم المنهج ده والله. طب ده لو يعني انا بشوفهم في قنوات اخرى يقول الاعلام سيء بس القناه دي لا، حضرتك دي بقت خلاص منهج. الحكم على شيء فرع من تصوره. بمعنى ايه؟ بمعنى الدكتوره هاله سردت احداث، ده حقيقه، احنا مش بنتكلم عن قنوات في اوروبا، ده قناه هنا كلنا شفنا الدكتوره هاله وهي استضافت ناس وكلمت الدكتور وسام وكذا، لكن لم نرى القنوات الثانيه. يعني انا لو قاعد في قناه سي بي سي اقول لهم اه والله باستثنائكم ازاي؟ هبقى كذاب. لا مش حضرتك اقول لسمين مش حضرتك. اما نيجي نتكلم اسلوب هم كلهم ايه باستثناء هناك ما يسمى في الاعلام اسلوب خبري واسلوب انشائي يا دكتور. لا عكس، الاسلوب الخبري يحتمل الكذب او الخطا، الاسلوب الانشائي هو حقيقه، هي بتسرد حقيقه. لا انا بقصد كلهم باستثناء حضرتك مش انت. طيب انا بقصد نفس المنطق، بس ده نفس المنطق عشان انا ما يمنعش ان الشق الاول من كلامك اللي بايده فعلا في تاخير لرد فعل الرسمي ما في شك، وتاخير من الاعلام لازم تكمل بقى مش عشان انت بتقول اعلام. لا لا الاعلام لا انا ما تابعتش عشان اقول مشكله السيده الفاضله الهام شاهين بغض النظر عن مش هندخل فيها. لا انا عايز مقارنه للتغطيه دكتوره اسمحي لي، انا مش هدخل فيها ايا كان. انا مش بعرف موقفي فيه، سواء كان في خطا عند الشيخ او خطا عندها، دي مش قضيتي. لكن قضيه التغطيه الاعلاميه للحدث هل تساوي 20%؟ لازم اساوي. ده حدث اهانه لسيده وكلنا ما قبلناش، وحضر الدكتوره هاله ما قبلتش والناس كلها ما قبلوش. ده رسول لا مش قضيه ثانيه، قضيه ثانيه. انا بعمل مقارنه بين متابعه الحدث حضرتك. لا كده غلط في اعلام. لا مش غلط. لا انا عايز اقول لحضرتك احنا من ساعتها هذا الفيلم جريمه واساءه وطعنه لكل مسلم في قلبه، ومفيش مسلم يقدر يسكت على ده. هذه الاهانه اكبر من كلمه اهانه واكبر من كلمه اساءه واكبر من كل شيء. المسيحيين على فكره انا كنت امبارح في السفاره كان معانا مسيحيين تبرعوا، انا كانوا واقفين جنبي مسيحيين في الكنيسه امام السفاره. الكنيسه تبرأت من هذا، واطباق المهجر تبرأوا. قال لك 20 حيوان. انا اسفه ان انا اقول كده لان هم ما يستحقوش غير كده. ده موضوع، عمل بيان النهارده كان بيان جميل جدا وبيان بيشكروا عليه لاقصى درجه. البيان اتعمل النهارده مرفوض ولو انه متاخر برضه، خلي بالك احنا مشكلتنا في التاخير. هذا مرفوض، وهذه الاهانه لها تداعيات دوليه وسياسيه. صحيح. هتاثر على مصر شرخ. اقتصاديا. صحيح. وسياسيا. صحيح. وعلى علاقتنا بسوريا وعلى علاقتنا بايران. الموضوع معقد. صحيح. ده احنا لو المساله دي دخل فيها وقتلنا لاتم السفاره دي واتنين من السفاره دي، المنطقه ممكن تشب فيها حرب. احنا مش عايزين نبقى لعبه في ايدين القوى العالميه. بس احنا برضو ما نقدرش نسكت على حاجه زي كده. أيوة. بالمناسبه احنا ما قلناش نسكت. بالظبط كده، ننزل يعني سلمي بقى، ما نقتلش الناس. لا القتل مرفوض بالذات المستأمنين. طبعا دي حاجه مرفوضه بلا شك، مرفوضه عند اجماع المسلمين. دكتوره هاله استاذن حضرتك، انا بدات وشرحت وقلت من فعل الاسفين ومن وقع اسرائيل، وحضرتك اهتجيتي على ان يقتل، وانا مع حضرتك السفير، وكان المفروض على بنغازي انها تحمي السفاره الامريكيه. ولكن السؤال يطرح نفسه، هل استطاعت الولايات المتحده ان تحمي مركزي التجاره والبنتاجون من العدوان اللي تم عليه؟ هنروح بقى للإجابة بعد الفاصل. طيب.